الغرض من هذا اليوم الدراسي بالضبط هو تحسيس وإحياء الضمائر وإحياء الضمائر الغائبة، لأنها كانت تجهل جوانب كثيرة من قضية الصحراء الغربية، ولأن الحقيقة غيبت والأطراف الأخرى غيبت الحقيقة حول الأوضاع في الصحراء الغربية، ولذلك يجب إلقاء الأضواء كي يدرك الرأي العام، يدرك مدى أهمية هذا الموضوع وحساسيته في المنطقة وعلى العالم. هذه الفترة اللي تزيد على نصف قرن من الزمن نستخلص منها أنه الشعب الصحراوي استطاع أن يبقى موحدا مصمما على تحرير أرضه، مثلما أن شرعية قضيته أصبحت واضحة ولا غبار عليها، لا بالنسبة للمحافل الدولية أو المحاكم الدولية. قضية تصفية استعمار وأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء.